إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن رأس مال العبد هو عقيدته وسلامتها من الشوائب، من شوائب الكفر والبدع والباطل. ولذلك يا عباد الله، يجب على العبد أن يصون قلبه عن كل باطل، حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم. لأن سلامة القلب وصحته هو صحة لعمله، وسلامة له يوم القيامة من دركات الجحيم، فإن سلامة القلب عليها المدار يوم الدين. ولذلك يا عباد الله، يجب على العبد أن يحمي قلبه من شبهات أهل الباطل، أيًا كان هذا الباطل، كفرًا أو شركًا أو بدعةً أو منكرًا. ولذلك أمرنا الله عز وجل في آيات كما قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله، أي أولئك الذين سماهم الله عز وجل في هذه الآية أنهم في قلوبهم زيغ، فيجب الحذر منهم حتى لا يقع هذا الزيغ ويقع هذا الباطل في قلب العبد المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه ولا يغتر بنفسه وبإيمانه، لأنه قد يضره هذا الاغترار فيذهب مسلما ويعود كافرا، يذهب مستقيما ويعود منحرفا. فلذلك على العبد أن يصون جوهرة قلبه من كل شائبة. واليوم يا عباد الله، عندما انفتحت على الناس وسائل التواصل، رأينا كثيرا من الناس
لا يبالون بهذا الأمر العظيم، فاعتدوا بأنفسهم وأخذوا يقلبون في صفحات أهل الباطل، ويدخلون مواقعهم وينظرون في منصاتهم ويستمعون إلى غرفهم. فكم من رجل دخل سليما وخرج مريضا. عباد الله، إن أكمل الناس إيمانا، إن أكمل الناس إيمانا وأكملهم عقلا هم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، ومع ذلك كانوا يحذرون ويحذرون أشد التحذير من السماع لأهل الباطل، ومن النظر في كتبهم، ومن مجالستهم. قال الذهبي رحمه الله تعالى عندما ساق آثار السلف في هذا الشأن، قال: وعلى هذا أئمة السلف، وعلى هذا أئمة السلف، أي من التحذير من الباطل والاستماع له ومجالسة أهله، قال: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ونذكر شيئا من آثار السلف في هذا الشأن حتى لا يعتد المرء بنفسه ويدخل إلى هذه المواقع وإلى شبهات أهل الباطل، أيا كانت شبهاتهم، إما إلحادا أو كفرا أو شركا أو بدعة. جاء رجلان إلى الإمام ابن سيرين رحمه الله، وهو من في العلم والتقوى والإيمان. دخل عليه رجلان فقالا له: نقرأ عليك آية. فقال: ولا آية. قال: نقرأ عليك حديثا. قال: ولا حديث، إما تقومان وإلا أقوم. فقام الرجلان وخرجا. فقال له من حوله: ماذا عليك لو سمعت آية أو سمعت حديثا؟ فقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إني خشيت أن يقرآن آية أو يقرآن حديثا فيقع في قلبي، أي فيقع في قلبه من تحريفهما للآية والحديث. فليس الشأن في سماع آية أو سماع حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشأن في تحريف الآيات وتحريف الأحاديث، وهذا هو شأن أهل الباطل. ومن هنا نستفيد يا عباد الله أن أهل الباطل لا يأتون بباطلهم علانية، بل إنهم يغلفون هذا الباطل بشيء من الحق حتى يغتر العبد فيقع في شركهم. وجاء رجل إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى فقال: أقرأ عليك آية أو أسمعك كلمة. قال: ولا نص آية ولا نص كلمة. وولى عنه وتركه. وجاء رجل إلى ابن طاووس رحمه الله تعالى فأراد أن يقرأ عليه أو يسمعه كلاما، فأخذ بيديه ووضعها في أصبعيه، فأخذ بأصبعيه ووضعها في أذنيه، وقال لابنه وقد كان معه: أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد عليهما حتى لا يسمع شيئا من هذا الرجل الذي جاء لإلقاء شبهاته. والآثار في ذلك يا عباد الله كثيرة جدا، وهذه بعضها تذكرة لنا ولكم يا عباد الله، حتى لا يغتر العبد بنفسه ويعتد بها ويستمع للباطل وأهله فيقع في الهلكة وهو لا يشعر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن مكائد الشيطان وحباله وشركه التي وقع فيها كثير من الناس قديماً وحديثاً أنهم يستمعون لأهل الباطل وينظرون في كتبهم ويجالسونهم بحجة أنهم يأخذون الحق
ويتركون الباطل حتى راجع عليهم الباطل وهم لا يشعرون. وهذه مكيدة نسمعها اليوم من كثير من الناس يقولون نأخذ الحق ونترك الباطل، وهذه مكيدة. وكيف تفرق بين حق وباطل وأنت لست من أهل العلم الذين عندهم العلم الكافي فيعرفون الحق ويعرفون الباطل ويميزون بين الصواب والخطأ؟ بل إن كثيرا من البدع والضلالات قد راجت على كثير من أهل العلم، فكيف بحالنا؟ نعتد بأنفسنا ونزعم أننا نفرق بين حق وباطل وصواب وخطأ، خاصة في دقائق الأمور وفي الأمور التي تتعلق بسلامة عقيدة العبد. فاحفظ يا عبد الله، فاحفظ عقيدتك وصن قلبك عن كل شائبة. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ بالنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم وصِّح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا مع من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا مع القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مجللا سحا غدقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.